سيدات والسادة، مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ولكن على النطاق المحلي من تلفزيون دولة الكويت. أهلا بكم. مجلس الوزراء يقرر سحب الجنسية من 11 شخصا وفقد الجنسية من 7 آخر. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب يشيد بإنجازات أبطال الكويت في دورة آسيا الرياضية. أهلا بكم أيها السيدات والسادة. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. غادر مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وارعاه سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح البلاد ظهر اليوم متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حاملا رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وكان في وداع مبعوث سموه حفظه الله نائب وزير شؤون الديوان الأمير الشيخ علي جراح الصباح السمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية. وزير الخارجية في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى القدير أن يعيدها على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ثم اطلع المجلس على الرسالتين الموجهتين لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس خوسيه إدوارد دوس سانتوس رئيس جمهورية أنغولا وفخامة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز الفاردو رئيس جمهورية هندراس. وتأتي الرسالتان في إطار دعم العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين دولة الكويت وكل من البلدين الصديقين والحرص على تقويتها وتطويرها. استعرض المجلس نتائج الجولة الرسمية لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى كل من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية الفرنسية. وقد استمع المجلس إلى شرح عن نتائج هذه الزيارات وما تم التوصل إليه من اتفاق الدول المشاركة على استراتيجية شاملة لمواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والمجموعات الإرهابية، والتي اشتملت على العديد من العناصر الرامية إلى وضع حد لاعتداءات هذا الإرهاب وتقديم العون والمساعدة للمناطق السكانية المتضررة. ثم شرح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية للمجلس نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها ونتائج المداولات التي تمت مع فخامة الرئيس محمود عباس الذي شهد بحث العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها الجهود الجارية في سبيل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي العسكري الأخير على القطاع.
كما تم تجديد موقف الكويت الداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بموجب حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الإطار فقد عرض الشيخ صباح الخالد الصباح فحوى لقائه بجلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث اطلع على مرئيات جلالته حيال مختلف تطورات الأوضاع في المنطقة. وقد شرح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نتائج مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام والأمن في العراق الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا، الذي جرى خلاله بحث التطورات الأخيرة في العراق وسبل تقديم الدعم السياسي للعراق لمواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والخروج برسالة تضامن مع العراق وإعلان إرادة مشتركة لمواجهة الإرهاب. وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فقد اطلع المجلس على توصيات اللجنة العليا في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها، حيث قرر المجلس أولاً سحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك تطبيقا للمادة 13 من قانون الجنسية، وهم عبدالله تريحيب محسن المطيري، مساعد تريحيب محسن المطيري، مسعد تريحيب محسن المطيري، ندى تريحيب محسن المطيري، فلاح تريحيب محسن المطيري، محمد مبارك رجل المطيري، عبد الله مبارك رجل مطيري، شجاع مبارك رجل مطيري. ثانيا سحب الجنسية الكويتية من علي سلمان مسفر سالم العجمي وفقا للمادة 21 مكرر ألف من قانون الجنسية الكويتية. ثالثا فقد الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وذلك استنادا إلى نص المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، وهم أحمد مشاري عبد العزيز عبد الله العبيدان، جمال أحمد مشاري عبد العزيز عبد الله العبيدان، خالد أحمد مشاري عبد العزيز عبد الله العبيدان، هيا أحمد مشاري عبد العزيز عبد الله العبيدان، عائشة أحمد مشاري عبد العزيز عبد الله العبيدان، عفرة علي سالم جابر المري، سعد محمد عبد الله سعد العجمي. رابعا سحب الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه، وذلك إعمالا لنص المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية. عبير علي هوشر، تفاحة جدعان بهوش. خامسا الموافقة على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لناصر لحسين الناصر، وذلك وفقا للمادة 5 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية. ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالترخيص بإنشاء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التعاون في المجال السياحي. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين المشار إليهما ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. وبشأن الجهود المبذولة التي تقوم بها دولة الكويت لحماية الملكية الفكرية، استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة دكتور عبد المحسن مدعج المدعج، أوضح فيه الإنجازات التي تمت لحماية الملكية الفكرية مع الجهات الحكومية المعنية بحماية حقوق الملكية، وشرح للمجلس التطورات في هذا المجال والتشريعات القانونية والجهود التي بذلت بالتعاون المشترك بين الجهات الرسمية لمكافحة القرصنة في إطار تفعيل قانون الملكية الفكرية داخل الأسواق في دولة الكويت وعلى جميع محافظاتها بما يستهدف حماية المستهلك،
حيث أثنى المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة للخطوات الجادة التي اتخذتها دولة الكويت، وحثها على الاستمرار في هذه الإجراءات لحماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. أشاد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح بالتميز الذي ظهر به أبطال الكويت في لعبة السكواش بالدورة الآسيوية 17 المقامة حاليا في كوريا الجنوبية، واصفا ذلك بالإنجاز العالمي الذي يسجل باسم دولة الكويت. قال الشيخ سلمان الحمود الصباح في تصريح للصحفيين في مطار الكويت الدولي اليوم خلال حفل استقبال اللاعب عبد الله المزين الحاصل على الميدالية الذهبية في لعبة السكواش بالدورة الآسيوية، قال إن تلك الإنجازات ليست غريبة على أبطال الكويت الذين رفعوا اسم الكويت عاليا. بكل حفاوة وترحيب، كان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح في استقبال اللاعب الكويتي عبد الله المزين الحاصل على الميدالية الذهبية في لعبة الاسكواش بالدورة الآسيوية، والذي استقبل في مطار الكويت استقبال الأبطال لما حققه من إنجاز رياضي رفع اسم الكويت عاليا. أتقدم بجزيل الحقيقة الشكر والامتنان إلى الشباب الكويتي اللي دائما عودنا على الإنجاز والإبداع، وهم دائما محل تقدير القيادة الحكيمة وثقتهم. اليوم الكويت سعيدة في إنجاز رياضي تاريخي لاتحاد السكواش الكويتي في دورة الألعاب الآسيوية 17 من خلال البطل عبد الله المزين الذي حقق ميدالية آسيوية ذهبية، والفريق أيضا الذي استطاع أن يحقق ميدالية البرونزية. هذا الإنجاز ليس بغريب على شباب الكويت وعلى رياضيين، إنما أيضا يترجم الحرص الكبير اللي توفر الدولة لدعم الشباب والرياضة، وكذلك للجهود التي بذلها البطل عبد الله المزين واتحاده في إعداد الأعداد المناسب. الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد الكويتي للسكواش لم يألوا جهدا لدعم اللاعبين الكويتيين في مشاركاتهم الخارجية، ويأتي إنجاز اللاعب المزين وساما يتلألأ بالفخر لتلك المؤسسات الرياضية الشبابية. أكيد أن هذه كل الأدوار متكاملة نتجت عن الحقيقة يعني حصول أخونا عبد الله المزين على الميدالية الذهبية، وأيضا حصول الميدالية البرونزية على الفرق. اليوم احنا بالهيئة العامة للشباب والرياضة وجودنا اليوم في هذه القاعة وعلى رأسنا معالي وزير الإعلام ما هو إلا دلالة على الحرص الكبير على تكريم أبنائنا، ونتمنى المزيد من الميداليات الحقيقة لجميع اللاعبين، واتمنى التوفيق للجميع. اليوم احنا في استقبال اللاعب عبد الله المزين، واحنا في انتظار اليوم في المطار لعودته من بطولة انشو. طبعا اليوم اشكر الشيخ سلمان لحضوره لاستقبال اللاعب عبد الله المزين، واشكر الفريق اللي اليوم راح يوصل الإنجاز اللي حققه الاتحاد الكويتي للسكواش واللاعبين. اللاعب الكويتي عبد الله المزين أعرب عن سعادته بالدعم الذي حصل عليه من الهيئة والاتحاد ومن أقاربه أيضا، ما شكل له دافعا لبذل المزيد من الجهد ليرفع اسم الكويت عاليا بما حققه من إنجاز سيسجله له تاريخ الرياضة الكويتية. أنا جدا سعيد صراحة على الاستقبال هذا الطيب، وأنا مو مصدق صراحة على الاستقبال هذا، يمكن ثاني أسعد يوم بحياتي أشوف الاستقبال. من أول ما نزلت بالطيارة جتنا سيارة استقبلتنا ويابتنا على قاعة التشريفات، جدا شيء مميز بالنسبة حقي وحق الشباب. بالنسبة حق الإنجاز، إنجاز جدا طيب. تعبنا العشرة أيام اللي كنا فيها في كوريا، جدا تعبنا، يعني ما أدري شو أقول لك. العشرة أيام هذا اللي العيش اللي كانت ناكل أكل، لكن الحمد لله يعني التعب جاء منه خلاله إنجاز طيب الحمد لله. الذهبية هذه يعني شالت عنا كل التعب اللي تعبناه، وبس. والأهم شيء أهدي هذا الفوز حق صاحب السمو أمير البلاد
ولي عهد الأمين والشعب الكويتي كله وكل مبارك حق عبد الله المزين. صراحة يسامحوني إذا أنا ما قدرت أرد عليهم، لكن إن شاء الله أوعدكم إن شاء الله في البطولات القادمة، إن شاء الله عندنا بطولات جدا مميزة، إن شاء الله نعودكم في المستقبل بمزيد من الإنجازات يعني. عبد الرحمن مري، تلفزيون دولة الكويت. أكد عضو مجلس الأمة النائب فيصل الشايع أهمية دور الاتحاد البرلماني العربي في تعزيز العمل البرلماني في الدول العربية والجهود التي يبذلها في توطيد العلاقات العربية العربية. انطلقت في بيروت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة عضو مجلس الأمة الأستاذ فيصل الشايع. اللجنة تبحث في الترشيحات المقدمة لمنصب الأمين العام للاتحاد القادم بعدما سبق للاجتماع السابق في المغرب أن حدد المواصفات المطلوبة وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية. اليوم عندنا حقيقة الأمر بعد انتهاء الاجتماعات السابقة اللجنة المصغرة، ورفعنا توصيات إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي، و تم الموافقة على توصياتنا اللي كانت اجتماعنا في المغرب اجتماع السابق، وبعد ما تم مراسلة جميع البرلمانات العربية لترشيح من يرونه مناسب لهم، اليوم يفترض ان نناقش هذه الترشيحات ويتم توصية على شخص معين، وبالتالي نرفع التوصية الى اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي. هذه يعني احد البنود. البنود الاخرى في عندنا تأكيد على اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمي أيضا بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليه بالسابق. اللجنة المصغرة تركت للجنة التنفيذية تحديد موعد الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني العربي، وقد أثنى الأمين العام للاتحاد نور الدين بوشكوج على رئاسة الكويت لهذه الدورة وسعيها الدائم لتحقيق التكامل العربي ونصرة القضايا العربية. نظرا لرئاسة الكويت لهذه الدورة فنحن دائما نستبشر خيرا بأي عمل عربي تكون رئاسته موكولة للكويت، نظرا لأن الإخوة في مجلس الأمة الكويتي وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة الأستاذ مرزوق علي الغانم دائما هدفهم الأسمى هو خدمة القضايا العربية والدفع إلى الأمام بجميع المنظمات القومية ونصرة قضاياها العادلة. اجتماع اللجنة المصغرة سينعقد على مدى يومين، وفي ختامه ستصدر توصيات إلى اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سيعقد في عمان في شهر نوفمبر المقبل. سحر بشارة، تلفزيون دولة الكويت للنشرة المحلية، بيروت. وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية تعاون تهدف إلى الارتقاء بمجالات التنمية للقوى العاملة بالإضافة إلى التنسيق في مجال تخطيط الأبحاث العلمية وتنفيذ أبحاث مشتركة. ارتقاء بالمعرفة العلمية وتطبيقاتها والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي تسعى إلى تطوير التعاون في مجالات تنمية القوى العاملة وتطويرها. الاتفاقية هذه اتفاقية مهمة جدا لاستكمال منظومة البحث العلمي في الكويت. احنا وقعنا قبل فترة مع جامعة الكويت تعاون مشابه لهذا التعاون لتبادل الخبرات والعمل على مشاريع مشتركة، فهذا يعني بالاتجاه الصحيح. الهيئة من المؤسسات المهمة جدا في البلد، وعندهم كوادر بشرية يعني حقيقة مهمة، وأساتذة وطلبة ومختبرات، فالتعاون معهم حقيقة راح يقوي قدرات المعهد، وبنفس الوقت راح تقوي قدرات الهيئة، لأن احنا يعني لنا خبرة طويلة في البحث العلمي أكثر من 47 سنة، وعندنا مختبرات على 6 مراكز حول الكويت، فأعتقد يعني أن التعاون راح يقوي الطرفين. هذه الاتفاقية سوف تسعى إلى تحقيق التكامل بين الجهتين واستثمار الطاقات والإمكانيات المتوفرة بما يعود بالنفع على نشاط التنمية العلمية والتنمية الشاملة. وتعتبر من
أكبر الاتفاقيات اللي عملتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تختص في إعداد وعمل البحوث والتدريب، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ممكن تطلع لنا في المستقبل راح تتضمنها الاتفاقية. والبحوث طبعا هي أهم بند من البنود الخاصة في الاتفاقية، ويليها التدريب سواء التدريب للطلبة أو التدريب لأعضاء هيئة التدريس في المعهد والاستفادة من المختبرات الموجودة داخل معهد الأبحاث العلمية. دورات تدريبية للطلبة وانتداب أعضاء هيئة التدريس في الهيئة إلى المعهد والعكس كذلك، بالإضافة إلى ندوات وحلقات نقاشية مشتركة للبحث في القضايا العلمية، كل هذا كان فحوى الاتفاقية التي تتكون من 19 مادة. يحرص معهد الكويت للأبحاث العلمية على التعاون مع كافة المؤسسات والمعاهد العلمية الرائدة، فتوقيع هذه الاتفاقية ما هو إلا دليل مثمر على الشراكة الفعالة التي يحرص عليها المعهد في كافة المجالات العلمية. من معهد الكويت للأبحاث العلمية، مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. أيها السيدات والسادة، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد طالع ثامر المطيري عن عمر الناهز 84. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله أحمد العيسى عن عمر الناهز 72 وسيوارى جثمان والثراء الساعة 9 صباح غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى منيرة محمد عبد الله الجلاهمة أرملة محمد أحمد شاهين الغانم عن عمر الناهز 72 وسيوارى جثمان والثرى الساعة 9 صباح غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زهرة محمد يمعة أرملة إبراهيم خضير لهويدي عن عمر الناهز 72 وسيوارى جثمان والثرى الساعة 9 صباح غد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها السيدات والسادة، انتهت نشرة أخبار الكويت المحلية، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء. مجلس الوزراء يقرر سحب الجنسية من 11 شخصا وفقد الجنسية من 7 آخرين. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب يشيد بإنجازات أبطال الكويت في دورة آسيا الرياضية.